شيء من الغشاوة قبل أن تحت. فإذا حتى الإنسان بماء الوضوء وتوضأ يريد بوضوئه وجه الله عز وجل، بمعنى أنه يكون مهيئا لقراءة القرآن، يكون مهيئا للصلاة، يكون مهيئا لكثير من الطاعات، فإن ذلك من المحامد التي يعطيها الله عز وجل بعض عباده. فالوضوء ليس قضية ماء يجرى على الأعضاء، ولكنه مدخل عظيم للوقوف بين يدي رب العالمين. أمرنا الله عز وجل به في قوله إذا قمتم إلى الصلاة. وما معنى القيام إلى الصلاة؟ أن نقف بين يدي ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. وبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأرجى عمل لك في الإسلام لكثرة ما رآه يطأ بنعليه الجنة، يعني في منامه صلى الله عليه وسلم يرى بلال على تلك الحال، يرى بلالا على تلك الحالة. فأخبره أنه كلما توضأ أردف ذلك بصلاة إلى ما شاء الله.